التصوير والكتابة فنون أنا كتير بحبها. أنا بالنسبة إلي الصورة الفوتوغرافية بعتبرها لوحة. أنا في كتير مشاهد نحن بحياتنا من قبلها بتنقل أفكار كتير مهمة وعميقة، فنحن ممكن نواجه صعوبة لحتى نوصل هاي الفكرة بأساليب تانية عن طريق الكتابة، فنحن بنلجأ لهاي الوسيلة اللي هي التصوير. من هون أنا بلشت فكرة حبي لهذا الفن التصوير.